كلها في عرض واحد، ها يعني ليس بينها ترتبة طولية، لا كلها في عرض واحد. يعني رتب أقصد يعني ليست مراتب طولية، ها، وإنما ضمن أقسام. أولا المخلوقات العاقلة غير الإنسان، والمخلوقات العاقلة يعني شنو؟ يعني الملائكة والجن. ثانيا المخلوقات غير العاقلة هم الحيوانات. ثالثا النباتات. ثالثا النباتات. رابعا الجمادات كالسماء والأرض والشمس والقمر والحجر والحجر. ها؟ كيف هذا يتفاعل مع قضية المولى الحسين؟ يعني وهذا هو، هذا مكونات نظام الكون. الملائكة تضج ضجيجة، الجن تبكي وتجهش بالبكاء، ها، الحيوانات تتفاعل وتبكي مع المولى الحسين سلام الله عليه وعليه. النباتات تبكي، وسأتي بأمثلة الآن وشواهد. الجمادات والكواكب والجمادات كالسماء والأرض تبكي، ولا بد من الإتيان بشواهد. قبل أن أدخل في هذا السياق سماحة الشيخ، لدي يعني رؤية تكميلية لما طرحت سماحة الشيخ في هذا البعد، وقضية أن هناك بعض الروايات أن الله لم يخلق هذه المكونات في هذا الكون بأكمله إلا لأجل الإنسان في ذاته. فإذا كان الإنسان وجدت هذه المخلوقات لخدمة هذا الإنسان، والذي يرتبط هو الآخر بقضية الإمام الحسين عبر التوحيد، إذن هذا ضمن هذا السياق يدخل إذن هذا في هذه القضية. صحيح، يعني هذا الكون لأنه خلق من أجل الإنسان، نعم، فإنه يتفاعل مع القضايا الإنسانية بأشكال، نعم، ولهذا كثير من الأحيان نجد أن الإيمان له أثر في نظام الكون والكفر له أثر في نظام الكون. ما تلاحظ عندنا في الروايات، ها، اللهم إني أستغفرك، ها، من ماذا؟ اللهم اغفر لي الذنوب التي تظلم الهوى، ها، أو تمنع قطر السماء. هذا تفاعل بين نظام الكون وبين الإنسان. وهناك روايات أن بعض الأمور والذنوب متعلقة في تفاعل أو حدوث جوانب أخرى. أحسن، تعلم أنه في الروايات عندنا أن الحجر الأسود، ها، كان ناصر البياض. لماذا أسود؟ بسبب ذنوب قوم نبي الله نوح. ودى الحجر، نعم، وكذلك قضية مثلا قضية بعض الروايات التي تشير إلى أن إذا فشى الزنا في قوم صلت الله عليهم اللي هو بعض الأوبياء. يعني هناك ارتباط كوني بين ما يحدث عند البشر مع نظام الكون. صحيح، نعم. حتى ندخل هذا ضمن هذه البواية، وقضية أنك تحدثت عن أربع أصناف تفاعلت مع قضية الإيمان. أولا المخلوقات العاقلة، نعم، ويبقى أقول المخلوقات العاقلة تتفاعل مع القضية الحسينية حتى لو لم تكن على المستوى الإنساني، شيء معقول. بعد مخلوقات غير العاقلة، بعد النباتات، بعد الجمادات. شو تصور هذه القضية الحسينية شقد عميقة؟ شوف، خلنا أقرأ لك بعض الروايات في المقام. أبتدأ ببعض الروايات المتعلقة بالمخلوقات العاقلة، العاقلة، الملائكة والجن، اللي هم ملائكة والجن. شوف في الروايات شلون أن الملائكة كانت تضج ضجيجا. قرأت روايتين ثلاث روايات مهمة في المقام، ها. شوف الرواية عن الصادق عليه الصلاة والسلام، والرواية في أمال الصدوق عن أبان بن تغلب، رواية طبعا مسندة عن أبان بن تغلب. قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: إن 4000 ملك هبطوا يريدون القتال مع الحسين بن علي عليه السلام، فلم يؤذن لهم في القتال،
فرجعوا في الاستئذان، يعني مرة ثانية كرروا الاستئذان، وهبطوا وقد قتل الحسين. يعني أولا استأذنوا فلم يؤذن لهم، مرة ثانية جاءوا ليستأذنوا وهبطوا وإذا الإمام حسين سلام الله عليه قد قتل. أين هم؟ شوف الرواية تقول فهم، هذا كلام عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. ولهذا أقول بعض الأشياء ينبغي أن يقف عندها الإنسان مسلما ثم يبحث عن عمقها، وأنه من البداية ينكرها كثير لأنه لا يتحملها عقليا. نعم. وإنما من بداية لأنها عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، بداية ينبغي أن يسلم ثم يبحث عن عمقها، وإذا لم يدرك عمقها لا يرفضها. مشكلة كثير من الناس يقيسون مثل هذه الحقائق بمستويات عقولهم البسيطة. نعم. ولهذا يرفضوها مباشرة. هذه القضايا لابد أن نقيسها بعقل قائلها وهو الإمام الصادق عليه السلام، الذي كشف لنا أمورا كان ينبغي أن نتعمق في 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 أسرارها. نعم. أين ذهبوا هؤلاء؟ شوف الرواية تقول فهم عند قبره شعث غبر يبكونه إلى يوم القيامة، ورئيسهم ملك يقال له منصور. أي مجموعة؟ هؤلاء الذين جاءوا وهبطوا، ها؟ أكو مجموعة ثانية، شوف رواية ثانية، رواية عندنا أيضا عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن أبان عن أبي حمزة الثمالي، والرواية في كامل الزيارات. نعم. وهو من الكتب المعتبرة عندنا عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال إن الله وكل بقبر الحسين 4000 ملك شعث غبر يبكونه من طلوع الفجر إلى زوال الشمس، وإذا زالت الشمس هبط 4000 ملك وصعد 4000 ملك، فلم يزل يبكونه حتى يطلع الفجر. الظاهر من الرواية أن هؤلاء 8000 يعني 4000 يتناوبون ثم 4000 هذا التناوب، هذا غير 4000 الذين هم باقون إلى يوم القيامة اللي جاءوا وهم الذين جاءوا يستأذنون، هؤلاء غير المستأذنون، الذين يستأذنون هؤلاء يبكونه إلى يوم القيامة رئيسهم منصور. أكو ملائكة أخر، هؤلاء 8000 يتناوبون 4000 4000، وهناك آخرون، شوف لاحظ، أولئك يأتون، الآخرون يأتون إلى 4000 المقيمون. لاحظ هنا أننا رواية أخرى عن الصادق عليه الصلاة والسلام، هذه الرواية وردت أيضا في كامل الزيارات، رواية مهمة جدا عن 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 عن, عن, عن تفاعل هذه المخلوقات العاقلة. نعم. وكل هالرواية تتعلق بضريح المولى الحسين سلام الله عليه. طيب لاحظ يقول إذا زرتم أبا عبد الله الإمام الصادق عليه السلام، إذا زرتم أبا عبد الله عليه السلام فالزموا الصمت إلا من خير. ليش؟ إذا زرنا الإمام الحسين جئنا عند الضريح نتكلم نلزم الصمت إلا من خير، يعني نزور أيضا نزور بصوت منخفض. لاحظ ليش؟ قال وإن ملائكة الليل والنهار من الحفظة تحضر الملائكة الذين بالحائر، عندنا ملائكة بالحائر مقيمون، طيب وهم الذين ذكرت، أكو ملائكة آخرين هؤلاء من الحفظة الذين يحفظون الإنسان، هؤلاء من الحفظة ملائكة الليل ملائكة النهار صح؟ هؤلاء يأتون إلى قبر إلى الحائر. لاحظ ماذا يفعلون؟ فتصافحهم فلا يجيبونها من شدة البكاء. أكو ملائكة يبكون بكاء شديدا على الحسين سلام الله عليه عند الحائر، ملائكة الليل والنهار يأتون إليهم يسلمون عليهم يعني يصافحونهم فلا يجيبونهم. ليش؟ لأنهم منشغلون من شدة البكاء، فينتظرونهم حتى تزول الشمس. وإحنا عندنا ملائكة يبقون إلى زوال الشمس، هذا التناوب إلى أن زال الشمس، إلى أن انتهى دورهم، إلى أن انتهى زامهم يعني.
وحتى ينور الفجر ثم يكلمونهم ويسألونهم عن أشياء من أمر السماء إلى آخر الكلام. لاحظ يقول هنا قلت جعلت فداك،